معظم الناس بقت تعاني من واحد من اخطر امراض العصر، الا وهو النسيان. معدلات النسيان ارتفعت لدرجات خطيره جدا ولجميع الفئات العمريه. النسيان اللي بنعتبره في كتير من الاوقات نعمه من ربنا سبحانه وتعالى ان بنقدر نتغلب بيه على مصاعب الحياه زي فقدان ناس محببه الى قلبنا، بس للاسف النسيان اصبح افه العصر. النهارده انت بتصحى من النوم ناسي حاجات كتير مفروض تعملها لنفس اليوم، ناسي مديرك في الشغل طلب منك ايه، نسيت حطيت المفاتيح فين امبارح، ناسي هتاخد ايه وانت رايح الشغل، انت راجع من الشغل اخر النهار مفروض تشتري ايه طلبات للبيت، لدرجه ان ممكن يكون زميل ليك في الشغل بقالك فتره طويله ما شفتوش، تيجي تسلم عليه تلاقي نفسك ناسي اسمه، والاخطر من كده انت ممكن تبص في وشه وتقول يا ترى انا شفت الشخص ده قبل كده، ممكن تيجي تتفرج على فيلم وفي نص احداث الفيلم تفتكر انك شفت الفيلم ده قبل كده من كام يوم، وممكن تفتكر انك شفته في نهايه الفيلم وممكن ما تفتكرش انك شفته خالص، لدرجه ان في ناس كتير بتبقى نازله على السلالم وفي نص السلم ينسى هو كان نازل ولا كان طالع. هل النسيان ظاهره علميه مجرده ولا في تدخل خارجي لاحداث هذه الظاهره، او الادق هل في تدخل خارجي لزياده ظاهره النسيان، واشمعنى زادت قوي الايام دي بالتحديد، والاهم من ده كله ازاي نتغلب على الظاهره دي. تعالوا نحلل الموضوع مع بعض ونجاوب على كل الاسئله. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الافاضل في حلقه جديده من الموسم الثاني. المعلومات بيتم تخزينها في قسم الذاكره في خلايا مخ الانسان خلال عمليات كيميائيه معقده جدا، هنحاول نبسطها. الذاكره في منها نوعين، قصير الامد وطويل الامد او الذاكره الدايمه، وبدون الدخول في تفاصيل معقده. كتير مننا بيفتكر احداث حصلت من عشرات السنين وممكن يفتكرها بادق التفاصيل رغم انها حصلت من فتره طويله، ليه؟ لانها تم تخزينها في الذاكره الدايمه. برضو كتير مننا بينسى احداث كتير جدا حصلت في وقت قريب وممكن كمان في نفس اليوم لان تم تخزينها في الذاكره قصيره الامد وبالتالي بيتم نسيانها. وهنا عايزين نقول ملحوظه مهمه جدا، ان البنات عندها قوه ملاحظه اعلى من الولاد. يعني مثلا لو في بنت شافت زميلتها بتركز قوي مع لون اللبس بتاعها، بتركز مع لون الميك اب، لون الشنطه، مع لون الشعر، مع الشكل، لكن الولاد لو شاف حتى صاحبه من غير راس ممكن ما ياخدش باله. في دراسه نشرت في هارفارد ميديكال سكول في فبراير 2013 وتم تحديثها في ابريل من عام 2020 عن الاسباب اللي بتؤدي الى النسيان، سواء كانت الاسباب دي لها علاج او ملهاش علاج. اولا الاسباب اللي ليها علاج، اول حاجه مشاكل النوم، سواء كان النوم ده قليل او كتير بس النوم متقطع. ثاني حاجه كثره القلق والتوتر، وده راجع لتاثيره المباشر على تخزين المعلومات وقدره المخ على التركيز. ثالث حاجه مشاكل الغده الدرقيه، سواء كان زياده النشاط لان ده بيؤدي الى قله الوزن ومشاكل واضطرابات في النوم، زائد انه بيؤدي الى خلل في بعض وظائف الجسم الحيويه، وحتى قله نشاط الغده بيؤدي الى وخم وخمول ومشاكل في النوم وبرده مشاكل كتير في وظائف الجسم الحيويه. رابع حاجه قدرة المنبهات، التدخين بشراهة، الكحوليات، ده مش بس بيأثر على الذاكرة، ده بيأثر على معظم خلايا المخ ومعظم وظائف جسم الإنسان. خامس حاجة الإحباط، وما أدراكم ما الإحباط، ده يعتبر من أخطر أمراض العصر، إنه بيأثر على كل الشباب سواء الشباب الشغال أو اللي مش شغال، لدرجة بتؤدي إلى إن كتير من الشباب دول بيحاول التخلص من حياته. سادس حاجة بعض الأدوية، واللي هتلاقي أساميها بالتفصيل موجودة في المصادر في وصف الفيديو. تاني حاجة الأمراض اللي ملهاش علاج زي مرض الزهايمر، وده مرض مزمن نتيجة خلل في بعض خلايا المخ. نيجي لواحدة من أهم الدراسات اللي فسرت النسيان، ودي دراسة اتنشرت في إبريل عام 2020 للبروفيسور كينتا شيري، واللي فسرت النسيان لأربع أسباب. السبب الأول التداخل بين المعلومات، كل يوم بنشوف ونسمع آلاف بل ملايين من المعلومات، طبيعي جدا إن يحصل تشابه وتداخل بين المعلومات، وبالتالي المعلومات الجديدة هتحل محل المعلومات القديمة. مثال لو سألتك أنت اتعشيت امبارح ممكن تفتكر بسهولة، لكن لو سألتك انت تعشيت ايه من اسبوعين ثلاثة هيبقى صعب انك تفتكر. واخواننا اللي بيتعشوا قبل مرتين ثلاثة في اليوم مالناش دعوة بيهم. السبب الثاني هو عدم القدرة على تخزين المعلومات، جيلنا للأسف بيتعرض يوميا لكم مهول من المعلومات. المشكلة مش في الكم المهول من المعلومات، المشكلة في التناقض الشديد اللي بين المعلومات، والمفروض على عقلنا استيعاب كل التناقض وكل الكم المهول من المعلومات، وده شيء مستحيل. نيجي للسبب الثالث عدم القدرة على استرجاع المعلومات، انا اصلا ما خزنتهاش عندي بطريقة صحيحة عشان اعرف استرجعها. السبب الرابع ده نفسي بنسبة كبيرة جدا، وده راجع ان العقل الباطن بيحاول ينسى او يتناسى الاخبار السيئة، الذكريات الأليمة، القرارات الخاطئة زي قرار الجواز مثلا. نيجي لسؤال مهم، هل النسيان ظاهرة علمية مجردة ولا في تدخل خارجي؟
النسيان ظاهرة علمية، ولكن في تدخل خارجي من صناع القرار في العالم وخصوصا الأيام دي لزيادة معدلات النسيان. ولو قارنا الحياة والميديا قبل وبعد بداية الألفية الثالثة هنلاقي فرق رهيب في كمية المعلومات ونوعية المعلومات وتناقض الأحداث اللي بتحصل كل يوم، وده بيمثل ضغط كبير جدا على العقل البشري. ضغط صناع القرار في العالم عاملينه عن قصد عشان يشتتوا الانتباه، يغيبوا الوعي، ويخلونا كمان ننسى نفسنا. ولو بصينا حوالينا هنلاقيهم نجحوا بنسبة كبيرة جدا، واللي شاف فينا حلقة مخاطر السوشيال ميديا الموسم اللي فات هيعرف كويس جدا ان الرأي العام العالمي عموما والعربي خصوصا بتشكل بنسبة كبيرة عن طريق السوشيال ميديا. احنا بقينا نقلد الغرب، وياريتنا بيهم في التقدم، احنا بقينا ماشيين وراهم بنتابع اخبارهم سواء اخبار الممثلين الرياضيين او حتى الاخبار التافهه اللي عندهم، ونسينا قضيتنا الاصليه. الخلاصه اعزائي المشاهدين، النسيان ظاهره علميه بيعاني منها كل الفئات العمريه وخصوصا الايام دي تحديدا. النسيان لاسباب يمكن علاجها واسباب يصعب علاجها. بعض النصايح اللي ممكن تحسن الذاكره: الاكل الصحي، ممارسه الرياضه، النوم المنتظم، البعد عن السوشيال ميديا عموما والاخبار السيئه خصوصا، البعد عن الكحوليات والتدخين وكثرة المنبهات. في حال تدهور الوضع لابد من كشف عند طبيب تخصص امراض عصبيه. كلنا بنلاحظ الايام دي ارتفاع وتيره الاحداث في منطقه الشرق الاوسط، وكلنا مغيبين على الواقع وحتى مش بنتعب نفسنا وندور على الحقيقه. معظم شعوبنا العربيه اصبح لا يقرا التاريخ فنسي الماضي، واضطرينا نعيش واقع تم توجيهنا اليه عن عمل، وبالتالي المستقبل هيكون غامض وهنكون في اخر الدول. اقرأوا التاريخ يا سادة، تعلموا انه في عصر من العصور كنا اسياد هذا الكون. وبكده مشاهدينا الافاضل في مصر والوطن العربي الحبيب تكون خلصت حلقه النهارده، اتمنى انها تكون عجبتكم. اللي تعجبه الحلقه يضغط لايك ويعمل شير حتى تعم الفائده، ولا تنسونا من دعم القناه بعمل اشتراك سبسكرايب وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. وما تنسوش تقروا المصادر الموجوده في وصف الفيديو، ونقرا شويه في التاريخ، واشوفكم على خير الحلقات الجايه.